تحية طيبة مشاهدي الكرام. العسكري بليد للأذى فطن، كأن إبليس للطغيان رباه، يحمل اللصوص به بعض عورتهم، فإن تخلى عن بابهم تاهوا، يرمي الرصاص على الأطفال مبتهجا ويرتمي ليقبل رجل مولاه. أجمل وصف للأنظمة العسكرية أنشده الشاعر اليمني الشهيد محمد محمود الزبيري في القرن الماضي. لماذا مع ذلك ما زال بعض المغفلين في بلادنا يحتمون ويستظلون بحكم العسكر؟ هل ثارت الشعوب العربية كي تستبدل حذاء عسكريا بآخر؟ ألم يكن العسكر وراء كل كوارثنا ونكباتنا؟ فلماذا ظهروا وكأنهم المخلصون بعد أحداث الربيع العربي؟ أليس شعار الأمن والاستقرار الذي يرفعونه كذبة كبرى؟ هل حقق حكم العسكر لبلادنا إلا استقرار الجهل والفقر والقمع والتخلف؟ أليس المؤسسة الوحيدة التي ظلت صامدة لأن الاستعمار أرادها وكيلا له بعد خروجه من أوطاننا؟ لكن في المقابل، أليس هناك أسباب موضوعية لعودة العسكر إلى المشهد السياسي بعد الربيع العربي؟ ألم تتحول بعض بلاد الثورات إلى غابات منفلتة من عقالها؟ من يحمل وحدة الوطنية ويحافظ على وحدة التراب الوطني غير العسكر؟ أليس المؤسسة الأكثر صلابة وقدرة على تحقيق الأمن والاستقرار؟ لماذا حرام على العسكر في البلاد العربية أن يصلوا إلى السلطة بينما يحكم الجنرالات إسرائيل منذ تأسيسها؟ ألم يكن مصير مصر وسوريا وليبيا واليمن وتونس على كف عفريت لولا الجنرالات؟ من حمل الجزائر من العشرية السوداء سوى المؤسسة العسكرية؟ أليس من الإجحاف اتهامها بأنها ذنب فرنسا في الجزائر؟ أسئلة أطرحها على الناشط والدبلوماسي الجزائري السابق أحد مؤسسي حركة رشاد محمد العربي زيتوت، وعلى الإعلامي الموريتاني محمد محمود ولد محمد أحمد. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم في برنامج الاتجاه المعاكس. سيد محمد العربي زيتوت، لو بدأت معك، أليس من حق المؤسسة العسكرية، من حق الجنرالات العرب، من حق الجيوش العربية وقادة الجيوش أن يقولوا ها نحن قد عدنا مرفوعي الرؤوس هذه المرة بعد الربيع العربي؟ تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. مرفوعي الرؤوس، على الجماجم ربما ترفع هذه الرؤوس. على الجماجم؟ على الجماجم بكل تأكيد، لأن إذا نظرنا وأخذنا المثال المصري على سبيل المثال، فإن عودة، في الحقيقة هي ليست عودة، هو خروج من وراء الستار، لأن العسكر هم الذين كانوا يحكمون حتى أيام مبارك، ومبارك عسكري هو نفسه، وكذلك الوضع في سوريا، وكذلك الوضع في العراق، وكذلك الوضع في الجزائر، وهكذا يعني. العسكر لم يذهبوا بعيدا حتى يخرجوا، وإنما من حين لآخر يضطروا اضطرارا. طيب. نتيجة لتحرك الأحرار، لتحرك الشعوب، لثورات الشعوب التي ترفض هذه الأوضاع البائسة التي تحول لها هذا العالم العربي المنكوب، خرجوا مرة أخرى ليعيدوا. طيب. وكانوا يعيدوا الناس إلى الحظيرة. طيب. وكانوا يعيدوا هذه الشعوب الآن. عودة العسكر تعني عودة الشعوب إلى الحظيرة؟ بكل تأكيد. أنا عندما أتحدث عن العسكر، بالمناسبة نحن نتحدث عن كمشة الجنرالات في كل جيش، فالجيوش كما تعلم هي قيادات في نهاية المطاف. إذا صلحت قيادة الجيش صلح الجيش كله، إذا فسدت القيادة فسد الجيش. وماذا كله. وماذا عن قيادات الجيوش العربية؟ كل القيادات، وأنا هنا أتحدث عبارة عن لصوص قتلة مجرمين يعني؟ أنا أتحدث هنا على كبار الجنرالات، وأيضا ليس كل الجنرالات، لأن هناك منهم من يقوم بأعمال تقنية وأعمال لا، وهناك بعض الخيرين، لكن أتحدث عن كمشة من في يده القرار. هذا هو المهم. أصحاب القرار كما يسمونه حتى عندنا في الجزائر، يسمونهم بأصحاب القرار بهذا اللفظ. طيب. البشع. طيب.
هؤلاء ظهر أنهم ليسوا فقط لصوص ومفسدين وأصحاب شركات وهمية ونهب وجنرالات إسمنت وسكر وقمح وأرز وكذا وبترول في كثير من البلدان، وإنما اتضح اليوم أنهم مجرمين، والمثال السوري والجزائري والمصري مؤخرا أبرز مثال على ذلك، واتضح أكثر من ذلك وأخطر من ذلك في اعتقادي أنهم خونة وعملاء يفتحون أوطانهم للاستعمار القديم والجديد، عساهم يأخذوا بركة هذا الاستعمار. خونة معقول الجيوش العربية، قادة الجيوش العربية عندما خونة؟ يفتح جنرالات الجزائر أجواء الجزائر بلا قيود ولا حدود كما قال للفرنسيين، كما قال وزير الخارجية الفرنسي لمقاتلة لنفس الطائرات التي كانت تقنبل الأراضي الجزائرية، تقنبل أراضي مالية باسم مكافحة الإرهاب. هكذا كان يقتل ثوار الجزائر باسم مكافحة الإرهاب. لكن هؤلاء الذين ادعوا أو بعضهم الذي ادعى أنه كان مجاهد وثوري هو من فتح هذه الحدود للفرنسيين قبل فترة ليعودوا قبل سنة ونصف فقط، وها هم يعودون بقوة لإفريقيا التي خرجوا منها أذلة منكسرين باسم الثورة الجزائرية التي حررت نصف إفريقيا، يعودون إليها بدعم من نظام حاكم يدعي أنه ثوري ولكنه عميل وخائن. جميل جدا، كيف ترد على هذا الكلام؟ الخونة كما سماهم المجرمون، اللصوص، قطاع الطرق، الجنرالات، جنرالات الأرز والسكر في سوريا، في مصر، في الجزائر، في كل، يعودون الآن لكن يعودون كما كانوا دائما كلصوص ومجرمين. أوكي، أولا تحية للضيف الكريم وتحية لحضرتك. أولا يجب أن لا نأخذ الأمور من نهايتها جميل. ونتائجها، وإنما ننظر إلى الأسباب بعمق. جميل. أولا الشعوب العربية تلقت ما سمي بالربيع العربي بين قوسين بتفاؤل وأمل في التغيير. جميل. لذلك هبت تبحث وتنشد هذا التغيير، وكانت النخبة السياسية هي التي قادت أو نظرت لهذا الربيع سواء في الداخل أو الخارج. لكن ما لبث أن دمرت البلدان العربية وشاعت الفوضى وشاع القتل وشاع الخطف، وبالتالي عاد الشعب مرة ثانية إلى العسكر مستنجدين بالأمن. جميل. معنى أن عودتهم إلى العسكر ليس حبا في العسكر وإنما حبا في الأمن والاستقرار. يعني بعد أن جربوا الفوضى. جميل. يعني لا أمن ولا استقرار الخلاقة. لا أمن ولا استقرار بدون العسكر. هذا هو السؤال. تفضل أكمل. لحظة، كيف توفر الأمن والاستقرار بدون العسكر؟ أنا سؤال أوجهه له. تفضل. ووجهه للضيف، كيف نوفر أمنا واستقرارا بدون عسكر؟ جميل. هل بإمكان الأحزاب السياسية أن تسير دوريات لحفظ الأمن واستتبابه؟ هل يمكن للنخب السياسية أن تشيع الأمن وتحمي المواطنين من الخطف والقتل بعد أن تحولت الكثير من البلدان إلى غابات منفلتة؟ طبعا منفلتة، غابات منفلتة، وكان الربيع العربي وبالا، وكان المنظرون له سواء من مدنيين أو حتى عسكريين، والمفارقة سأصل إليها، وهي أن الناس الذين يهاجمون العسكر ويقولون بأن الحكم العسكري لا يليق بالشعوب وأنه تخلف إلى آخره، نجد بأن المعارضين من بينهم عسكريين. هذا دليل. وقادة المعارضة تجدهم جنرالات وعقداء وضباط في الجيش السابقين. يعني هذه المفارقة والكيل بمكيالين عجيب وغريب جدا. ثانيا، قضية المؤسسة العسكرية، لولا وجود مؤسسة عسكرية قوية وجيش قوي لتفككت معظم البلدان العربية. جميل. لأنه بوجود مؤسسة عسكرية قوية حريصة على أمن بلدها لن تتفكك هذه الدولة، عكس ما حصل في ليبيا، لم تكن هناك مؤسسة عسكرية قوية لذلك وجدنا هذه الفوضى. أما في الجزائر أو في موريتانيا أو في المغرب أو في مصر أو في مصر، هناك مؤسسة عسكرية قوية استطاعت أن تحفظ ما بقي من هذه الأوطان. لأن التعلق بـ 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 بالأوثان الديمقراطية المزيفة، الأوثان والأصنام، الأوثان الديمقراطية بين قوسين. جميل. التي أدت إلى الدمار والخراب وانفلات الأمن من عقاله، هذه كلها جعلت الشعب العربي يحن إلى أيام وجود الأمن والاستقرار في ظل العسكر. لذلك لا غرابة إن نجح السيسي في مصر في الانتخابات. جميل. الأخير. تفضل. نجح السيسي. إيه. بس لا رد لي عليه بدون هلق موضوعي. موضوعي عام، يعني ما بدنا نخصصه. تفضل. سأرد نقطة بنقطة. أولا عندما نقول أن العسكر هم الذين ينشرون الأمن وينشرون الاستقرار،
انظر أي استقرار فيه الجزائر بعد 22 سنة من الانقلاب، انظر أي وضع وصلته الجزائر وأي تفسخ اجتماعي وسياسي واقتصادي، نهب ملايير الدولارات، الشباب يهرب عبر البحر، يهرب إلى الجبال، الناس تموت، الشباب يحمل السلاح. هذا النشر هكذا دعوا وقالوا أنهم سيمنعون الجبهة الإسلامية من السلطة، وقد فازت بها انتخابا حرا وصدقا وحقا، وكانت حكومة في بداية التسعينات في بداية التسعينات. فإذا بهم انظر إلى الجزائر وهم يعترفون أكثر من 200,000 قتيل. طيب هاي نتائج العسكر ونتائج تدخل العسكر في الأوضاع. طيب أجهزة الدولة كلها مدمرة، الآن برلمان فارغ بلا معنى، هم يقولون عنه أن هذا برلمان فارغ وأن مؤسسات فارغة. الرئيس، وصلنا إلى حد أضحك العالم، مسخرا مساخر العالم على الإطلاق، رئيس في كرسي مقعد لا يستطيع أن ينطق، الرئيس المرحوم يعني البعض سماه الرئيس المرحوم، الرئيس المرحوم كما قلت، يضعه جنات العسكر من الخلف ويضعونه ويبقون عليه في عهدة رابعة بعد أن عدل الدستور الذي كان يقول عهدتين فقط، عدله قبل 5 سنوات. طيب وليبقى حتى في ذلك الحال. أعود لقضية ولماذا في الغرب على سبيل المثال ليس العسكر الذين يحكمون، ومع ذلك هناك نظام وهناك قوانين وهناك عدالة وهناك القضاء استقرار وهناك استقرار وأمن. مش استقرار، هناك استقرار أوصلهم إلى الكواكب الأخرى. جميل. هناك استقرار أوصلهم إلى أن ينهبوننا ويخضعوننا ويستعمروننا ويستعملوا هذه العملاء لكي يذبحوننا وينهبوا أموالنا إليهم. استقرار 100 سنة 200 سنة، بل هناك من هو مستقر منذ 300 عام. دولة القانون، دولة الحقوق، وليس البسطار العسكري. دولة عندما وليس الحذاء، ليس الحذاء، بل بالعكس الحذاء هو تحت حكم المدني السياسي المنتخب صدقا وحقا. هذا هو الحكم الحقيقي. والحاكم الغربي ليس وثن، بل هو خادم، وينظر إلى الشعب، وكل صبر الآراء هي أهم اهتماماته. يفعلون كل ما بإمكانهم أن يرضي هذا المحكوم وليس العكس. الأمر الآخر، العسكر ليس مؤسسات، العسكر قوى بالمنطق وبالطبيعة قهرية. من يرفع أكثر من أخوه رتبة هو الذي يأمر، أمر طبق نفذ، ليس هناك مؤسسات. ولذلك كذبة كبرى المؤسسة العسكرية، وقد سمعت قلتها في المقدمة وأرجو أن لا تذكرها مرة، المؤسسات هي التي تحكمها قواعد العصابة العسكرية. هذه عصابات، هي أجهزة تحولت إلى عصابات حقيقية. عندما يقتل آلاف الأشخاص بالدبابات في سوريا وبالبراميل وبالكيمياوي وبهذا، جنرالات، هذه أموال الشعب السوري التي دفعت لهؤلاء الجنرالات. هذا ورث ابنه، هو جنرال وورث ابنه للحكم، وإذا بسوريا انظر إلى الدمار. لماذا؟ لأن الشعب السوري أراد أن يعيش عزيزا وطالب في البداية بعيدا عن حذاء الجنرالات، بعيدا عن حذاء الجنرالات وبعيدا عن المخابرات التي تذبح الشعب السوري. مخابرات مرعبة، مرعبة حقيقة، ولكنها نفس المخابرات التي تفشل في رد أي عدوان إسرائيلي، تفشل في الطائرات الإسرائيلية التي تحلق فوق قصر الرئيس، والذي سيرد بالمناسبة ردا مزلزلا، لكنه ردا لا يأتي إلا ليذهب إلى حلب أو حمص أو درعا أو إلى هذه المدينة. ضف إلى ذلك، خلينا بالجيش. نعم أيوة. العسكر، انظر ماذا فعل مرسي، ماذا فعل السيسي. طيب بالآلاف مظاهرات على 60 سنة حكم عسكري في مصر، 60 سنة من التخلف في بداية الستينات. دعني بس نقطة مهمة. الستينات نعم. في بداية الستينات كانت كوريا الجنوبية والجزائر ومصر وسوريا والعراق تقريبا على نفس المستوى الاقتصادي. انظر أين كوريا الجنوبية اليوم، وانظر أين الجزائر وأين العراق الذي تحول إلى ميليشيات وعصابات قاتلة جاءت على الدبابة الأمريكية الإيرانية بسبب العسكر، بسبب العسكر بطبيعة الحال، وأيضا بسبب ما خفى على صدام من دمار قبل ذلك، فإذا به يأتي منه أسوأ منه، وعليس الدبابة فقط الوطنية وإنما على دبابة الإيرانيين والأمريكيين. جميل جدا. بس اسألك، طيب دائما البعض يتشدق أو يبرر عودة العسكر وضرورة المؤسسة العسكرية، يعني ما بده يا سيد زيتوت، بس من يعني ما يسمى بالمؤسسة العسكرية، بأنه لا استقرار، لا أمن، لا نهضة، لا تنمية بشرية بدون العسكر، صح ولا لا؟
بدون الأمن والاستقرار. بسأله خليني بس جاوبني أول شيء، لا أمن، عفوا، لا نهضة، لا بنية تحتية، لا شيء بدون أمن واستقرار، مش هيك؟ ليس الأمن دقيق، دقيق. ليس الأمن. طيب العسكر كمي. بس بدي أسألك كمي. طيب نحن العرب أو الجمهوريات أو الجملوكيات محكومة بالعسكر منذ عشرات السنين، عشرات السنين، أمن مستتب إلى أبعد درجة، حتى أن هناك من يتحدث عن يعني صمت القبور، صمت القبور. وين النهضة؟ أين النهضة؟ لماذا لم يحقق العسكر الذين كتموا أنفاس الشعوب وحققوا أكبر عملية استقرار في العالم، لماذا لم يحققوا أي نهضة على مدى نصف قرن؟ نصف قرن. طيب. بس باختصار، هل حقق العسكر سوى استقرار الفقر؟ الفقر هو الذي استقر في بلادنا، سوى استقرار الجهل، الجهل هو الذي استقر في بلادنا، سوى استقرار التخلف هو الذي استقر في بلادنا والفساد. طيب. هذا هو الاستقرار الذي حققوه. طيب أوكي. جاوبني. أوكي. أي. أوكي. طيب خليني أرد أولاً على الفكرة اللي تفضل بها، وهو استشهاده بأن المؤسسة العسكرية في الغرب ليست على الواجهة أو ليست هي التي تحكم، وأن الغرب المؤسسة العسكرية في الدول الغربية سواء كان رؤساء السابقين الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفلت إيزنهاور ديغول فرنسا كلهم عسكريين، جنرال ديغول عسكري، كلهم عسكريين، وبالتالي كانت المؤسسة العسكرية في الغرب الذي تستشهدون به وهو الملهم على ما يبدو في هذه الجلسة، هم يعتمدون على خبرة العسكريين. لحظة، كانوا يا أخي كانوا عندما كانوا في حالة حرب، ونحن الآن تتحدث عن ديغول عندما كان يخوض الحرب، ونحن الآن في حالة حرب، نحن الآن في حالة حرب، بس قبل الوطن العربي كنا بحرب، الوطن العربي الآن مدمر، مدمر كأنما هي حرب. لا تحاول تضحك على الناس. لحظة يا دكتور، دقيقة. لحظة يا دكتور. يا حبيبي، ديغول عندما تتحدث عن ديغول وبعض الرؤساء الأمريكيين كانوا أثناء الحرب العالمية الثانية، قل لي من هو الرئيس العسكري في أمريكا؟ أكثر من ذلك بالنسبة لديغول. طيب ونحن الآن ونحن الآن في الحرب العالمية العربية الأولى. طيب. بعد ما سمي بالربيع العربي، قبل الربيع العربي 50 سنة. أنا بسألك قبل الربيع العربي كانوا حاكمين، قبل الربيع العربي. طيب لحظة دكتور، قبل الربيع العربي هل أحسن الحال في الوطن العربي أم هو الآن بعد الربيع؟ بسألك بسبب العسكر؟ أنا بسألك بسبب هذه الفوضى، بسبب هذه الفوضى جعلي للعسكر، بسبب هذه الفوضى. أنا بسألك يا دكتور، مش موضوع. لحظة، أنا جبت مثال كمان، مظاهرات لندن، تتذكر أيام الربيع العربي في بداياته صارت مظاهرات في لندن، قمعها العسكريون في شوارع لندن. ليس صحيح، قمعوها في التلفزيون، أقسم بآيات الله قمعوها. لم يا أخي، جابت الجزيرة، لم يقمعوها، جابت الجزيرة، رجل من لندن قمعوها حتى كنت في لندن. أنا كنت في لندن، جابوها في لندن، جابوها. لحظة لحظة، لا تقاطع، لا أنا ما أخذت منك الكلام، لا تأخذ من الكلام. ثانيا، قضية أن هناك ليس هناك تقدم، موريتانيا على سبيل المثال الذي يحكمها الآن سيد الرئيس محمد عبد العزيز، ما شاء الله أصله عسكري، أي طبعا جاب النهضة، طبعا نسبة النمو، طبعا نسبة النمو الآن 7% والآن البنى التحتية، طبعا موريتانيا فوق كل اعتبار يا اخي، ما حدا بيقول اعتبار. وليش تقول لي جاي تستشهد موريتانيا؟ طبعا موريتانيا. طيب لحظه، بلد متخلف تحت بسبب العسكر، ومين في بلد عربي غير متخلف؟ وين بلد عربي غير متخلف؟ طيب يعني لكن بعض الشر اهون من بعض. طيب بسبب النخب السياسيه. انتم لماذا مين يحكم في موريتانيا؟ لحظه كله عسكر عندكم. لحظه، لا بالعكس، هناك قوانين ناظمه العلاقه ما بين المؤسسه العسكريه والنخبه السياسيه الحاكمه. ساقول لك ساقول لك كلمه، أنا أريد أن أسألك، الوطن العربي، الوطن العربي بدون مؤسسة عسكرية ماذا يساوي؟ جميل. الوطن العربي ليبيا الآن بدون جيش ماذا حصل فيها؟ كل 5 أشخاص أو 3 شكلوا كتيبة. اليمن الآن كل جبل عليه مسلحين. جميل. مصر لولا تماسك المؤسسة العسكرية، وموريتانيا لولا تماسك المؤسسة العسكرية، والجزائر والمغرب، لكان حدث ما لم يخطر ببال. ثانيا لحظة، هناك فكرة أساسية، هو أن كل انقلاب عسكري حصل في الوطن العربي كان له جناح مدني فعال، جناح مدني. كيف مو صحيح يا أخي؟ كيف تنكر حقائق على الواقع؟ ما فيه. طيب الآن لما صار انقلاب في مصر
هل عينوا وزراء عسكريين؟ طيب ممكن أن أجيب؟ سؤال. ممكن أجيب؟ سؤال. سأجيب. يعني الفكرة وصلت لك دكتور. جميل. بس أجيب من البداية. قضية دعم النخب السياسية للعسكر. خلاص. بالنسبة للعسكريين الغربيين نبعد عنه لا هناك مغالطة. العسكري الغربيين يذبحنا نعم نحن هنا لكن هو يخضع للسياسي المدني وللقانون وهل أنا أتحدى وأنت تزور دول غربية أن ترى العسكر يتجولون بناشينهم كما يفعل عندنا وفي سياراتهم وفي لا ترى العسكر أصلا في هذه البلدان. ثم قلت أن لندن بالعكس كانت الحكومة كان عليها هجوم شديد جدا لأن البوليس لم يستخدم القوة لم يستخدم أي قوة حتى الغاز لم يستخدمه حتى خراطيم المياه لم تستخدم ونهبت متاجر كثيرة جدا من لصوص ليس أكثر وخرج وكان هناك من الصحفيين من هاجموا رئيس الوزراء لأنهم يعطي البوليس أن يستخدموا حد أدنى من الأمر الثالث بالنسبة يقول لك هل الوضع الآن أفضل أم من قبل؟ بطبيعة الحال هؤلاء العسكر وهؤلاء الحكام كان هو الدولة القذافي لم تسمع أن يقول من أنتم؟ هو الدولة عسكره هو عسكري وجاء بانقلاب وعسكر البلد واختزلها في ذاته هو وفي أبنائه ومجموعة من حتى أبنائه كلهم جنرالات بالمناسبة أو أكثرهم واختزلوا البلاد ونهبوها ثم قال طبيعي جدا أنه يأتي الطوفان لأنهم هم ببساطة سياستهم بعد الطوفان هذه السياسة التي تمضي ماذا يفعل بشار الآن بعد الدمار المطلق ماذا فعل علي صالح في اليمن كان وصل إلى درجة والوثائق موجودة في ويكيليكس وغير ويكيليكس أنه يدعي مقاتلة الحوثيين ويدعمهم من جهة ثانية ويدعي مقاتلة القاعدة ويترك لهم أسلحة تصل حتى يخضع المجتمع باسم مكافحة الإرهاب وحتى يظهر وكأنه المعتمد الأول والأخير لدى الغرب في مكافحة الإرهاب لأنها الأنشودة التي تطرب لها أذان الغربيين ثم تقول 60 سنة في الجزائر كانت 30 سنة قبل الانقلاب ثم 22 سنة بعد الانقلاب أين وصلت الجزائر قارة الجزائر بأموال ضخمة ليس لها حدود صرفت دخلت للجزائر 850 مليار هذه 15 سنة في حكم هذا البوتفليقة الذي جاء به العسكر وانظر إلى الجزائر أين تصل 50% تحت خط الفقر 50% تحت خط الفقر في بلد يعوم على الغاز ولماذا؟ لأن حكم عسكري من وراء الستار نعم هناك نخب مدنية تساعدهم نعم تساعدهم عميلة عندهم تخدم عندهم نعم هذا صحيح هم لا يحكمون خاصة في الجزائر هم أذكى وأدهى بحيث أن جنات الجزائر من وراء الستار يحركون كل شيء بينما هذا استلم المباشرة 60 سنة كانت دول مثل ماليزيا مثل كوريا مثل اليابان حتى اليابان في آنذاك كانت ما زال في حدودها الضيقة بل ألمانيا اللي هي اليوم معجزة بكل المعجزات واللي دمرها الحرب العالمية الثانية تدمير هائل انظر أين ألمانيا وانظر هذه البلدان ألمانيا ليس لها لا غاز ولا بترول ولا فوسفات ولا حديد ولا ولا شيء بل حتى تركيا اللي حكم العسكر كان دمار هائل لكن 10 سنوات من حكم مدني انظر حيث تتحول تركيا من 112 في الاقتصاد العالمي إلى رقم 16 من مديونية هائلة إلى دائنة اليوم من لا يصدر لا شيء والرشوة والفساد يعم إلى مصدر ومصدر كبير وقوة إقليمية فاعلة حقيقية لا العسكر عندما العسكر لا يصلحون إلا للدمار ولحماية الحدود نعم هم بنوا على ذلك أسسوا على ذلك ربوا على ذلك وربوا على الطاعة من يعلو رتبة يخضع الجميع العسكر عندما تضع في مصر كنت أتابع هذا الموضوع مئات الألوية والعمداء مئات في الوزارات والهيئات هناك 56 هيئة مدنية في مصر كلها يرأسها ألوية المحافظات يرأسهم ألوية يعني جنرالات الوزارات مملوءة بالألوية بل فوجئت في وزارة الأوقاف جنرالين في الأزهر جنرالين تخيل في الأزهر هناك جنرالات في الأزهر يديرون الأزهر إلى هذا الحد وصلت عسكرة المجتمع بل أن أندية الرياضة في أغلبها يرأسها لواء وجنرال وعميد ناهيك عن التغلغل في الاقتصاد ناهيك عن التغلغل في الاقتصاد وهذا هو الخراب لماذا تثور الشعوب وهي ترى أن أوطانها طيب. بكل ما تمتلك يضطر الشباب أن يهرب في البحار خليني أسألك سؤال طيب هذا الكلام جميل كيف تفسر إذن يعني اندفاع الشعوب من جديد إلى حضن العسكر بس هذا سؤال خداع هذا السؤال أنا طاحه معاك دقيقة بس أنت سألت وأنا بدي أسأل طيب حسب استفتاء
حسب استفتاء لمركز ابن خلدون أو خلدون للدراسات الإنمائية قبل سنة أو أكثر من سنة، 82% من المصريين يؤيدون عودة الجيش إلى الوجه. طيب سؤال آخر، ليش أنت تبدو ملكيا أكثر من الملك؟ الشعوب تريد عودة العسكر. في مصر انظر إلى هذا التهافت الشعبي على الجنرال السيسي، والدليل الانتخابات. بالضبط، الانتخابات التي ظهرت أن بمقارنتها بانتخابات 2012 كذبة كبرى، وبهم يضيفون يوم ثالث ويعطوا الناس عطل ويدفعون الناس لكي يذهبوا الانتخابات، وإذا بالشعب المصري يقدم أفضل. طيب أفضل باختصار. من قال أن أنت قلت ابن خلدون؟ تعرف من هو ابن خلدون؟ لا مش خليني، لا خليني ابن خلدون. هذا المركز مساند للعسكر. طيب ماشي، مساند للعسكر. وصلت فكرة. هو يقول هذا. طيب. ثم طيب. لا ما خليتنيش. لا أخذت وقت، انتهى الوقت. بس هل تريد من الفضائيات المجرمة المخادعة المضللة التي تأتي بهذا الكلام هو الكلام الصحيح؟ هذا خداع وتجيل ومكر لإظهار بأن الشعوب وكأنها تبحث عن منقذ عسكري، ليس عن منقذ، وكأنها تبحث عن من يعذبها ومن يقهرها ومن يحرمها من التنمية ومن الحريات. هؤلاء ليسوا عباد الحيوانات، أفضل منهم في هذه الحالة. جميل جدا. كيف طيب دكتور، أرد أولا مظاهرات لندن هذه صورة لها، وهذا قمع الجنود البريطانيين. هؤلاء ليسوا جنود. ما هم؟ هذول مكافحة شغب شرطة. 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 يعني ليسوا مدنيين. شرطة. طيب الأمن. مش عسكر. عسكر بالعكس، العسكر تطلق على الجميع. غير. العموم هذا الدليل. ثانيا. أي دليل؟ ثانيا. لحظة. ثانيا. قضية مصر. مصر دولة كبرى فيها نخب سياسية كبيرة وبها عدد هائل من المثقفين وهم أدرى بمصالحهم. الشعب المصري ارتضى لنفسه، أغلبيته ارتضت لنفسها هذا الحكم، فلنبارك لها. جميل جدا. إذن هذا عندك مثال آخر، أن الليبيون الآن يعودون إلى العسكر. لحظة دكتور. أيه طبعا كله فضل. طبعا كله. أنا قلت لك أن الشعوب يعودون إلى العسكر. دقيقة بس، دقيقة تفضل. أنا قلت لك أن الشعوب بداية قامت تجري وراء التغيير، لكن بعد أن ظهرت الحقيقة وظهر الدمار وظهرت الأجندات الأجنبية التي تحاول السيطرة والاستعمار الجديد والدخول من النافذة بعد أن خرجت من الباب، بعدما ظهر كل تلك المؤامرات عادت إلى العسكر تريد الحماية. يعني الواحد الآن يريد حماية لكي يشتري خبز، يريد حماية كي يدرس أبنائه، يريد حماية كي يمارس تجارته، كي يطلع إلى كي يذهب إلى وظيفته. يعني الناس الآن لا تريد التغيير. الغريب في الأمر أنهم أصبحوا يريدون التغيير في ظل الاستقرار، وهذا هو الشيء الطبيعي. ثانيا، قضية المؤسسة العسكرية والنخب السياسية، النخب السياسية ساهمت إلى حد كبير في التحريض وجلب المستعمر وتقديم التقارير الكاذبة عن بلدانها للمستعمر والإدارات الاستعمار الجديد، تقارير مزيفة كاذبة عن حقوق الإنسان والاضطهاد والنهب إلى آخره، لحاجة في نفسها وهي أنها تريد الوصول إلى الحكم. حتى أن بعض الدول قامت فيها المعارضات من ركوب موجة الربيع العربي لتحقيق ما عجزت عنه صناديق الاقتراع، تريد أن تقفز إلى كرسي الحكم بأي طريقة. لنكن واقعيين. ثانيا، الدمار أمامنا الآن. لحظة، الدمار أمامنا الآن، القتل أمامنا الآن، التشريد أمامنا الآن، وأنا الآن عندي صورة. لحظة، عندي صورة. من يقوم بهذا القتل؟ لحظة، أليس العسكر؟ لحظة، من الذي قتل السوريين؟ أليس الجيش؟ الكل مشترك. دقيقة بس خليني أسألك. الكل مشترك يا دكتور. أنت تتحدث عن القتل، من الذي ذبح وقتل السوريين؟ بدي أسألك يا أخي، ثلاث أرباع سوريا دمر، مدن بأكملها سويت في الأرض، ملايين البشر هجرت، من يستطيع أن يدمر المدينة غير الطيران والدبابات والمدفعية؟ هذه أين موجودة هذه الأسلحة والبراميل المتفجرة؟ عند الأطفال. هذه عند مين موجودة؟ أليست موجودة عند العسكر؟ لماذا تتحدث عن العسكر وكأنهم يجلبون الأمن والاستقرار، مع أنهم هم وراء التخريب والدمار، وفي سوريا تحديدا؟ في سوريا تحديدا كيف ترد؟ إذا فقط شوف كيف جاوب. شوف يا دكتور، هاي الحلقة مش عن سوريا يا أخي، بس عن الوطن مثال. العربي كله مثال. وعن علاقة المؤسسة العسكرية طيب. بالحكم، بأنظمة الحكم. المؤسسة العسكرية في سوريا ماذا فعلت؟ شوف، أنت سوري وأدرى مني. مين ماذا فعل؟ أنت سوري وأدرى مني، ممكن أن تجيب. أنا بدي أسألك، أنت إنسان عادي. فضل. خلينا نجيب. من يستطيع؟ بدي أسألك سؤال. من يستطيع أن يدمر مدينة بأكملها؟ الرشاش
البندقية، القنبلة اليدوية، الهاون، لا تستطيع أن تدمر مدن. هذه تستطيع أن تحدث فجوة في بيت، في منزل، في كذا، تكسر زجاج. أما الذي يسوي المدن بالأرض هو الطيران، هي الدبابات، هي المدفعية، هي راجمات الصواريخ، وكل هذا موجود لدى الجيش السوري. هذا هو العسكر، تتحدث عن الدمار والاستقرار دكتور. وهو الذي يدمر ويثير الرعب. شوف دكتور، في بلدان الربيع العربي كل ساهم في تخريب بلده. طيب كل ساهم في تخريب بلده. لحظة دكتور، كيف غير صحيح؟ انت لا تاخذ وقتك وتاخذ وقتي يا استاذ محمد. لو سمحت استاذ محمد يتكمل. شوف، ليس كل عسكري هو سيء. جميل تفضل. ليس كل عسكري هو سيء، كما انه ليس كل مدني هو الأفضل. هو جيد. يعني هذا شيء مفروغ منه. صحيح. ومنطق بدائي حتى. صحيح. فهمت؟ الآن نجد عسكريين هم ديمقراطيون أكثر من المدنيين. في موريتانيا الرئيس محمد عبد العزيز وهو عسكري سميه انقلابي. ونحن سنسميه القائد الملهم، سميه ما شئت. المهم أنه الآن ديمقراطي، والآن يمكن أن تهاجمه في موريتانيا ولن تسجن نهائيا. لا يوجد سجين رأي، لا يوجد سجين يتعلق طبعا انت في لندن. وين سمير؟ لا هذا غير سجناء سلفيين. غير اصير سجناء سلفيين. من هم السلفيون؟ من هم السلفيون؟ وانت جزائري، من هم السلفيون؟ من هم مواطنين بشر، ناس. يعني في احد ما هو بشر؟ هذو ناس. لا تدخل منهم. انا بقول لك عرفني عرفني عن الموضوع. هذه قضيه اخرى، قضيه امن دوله تتعلق به. لحظه، انا تكلمت عن الحريه والديمقراطيه. موجود في موريتانيا كما موجود تحت العسكر، تحت الحكم، تحت حكم مدني. لا طبعا، تحت حكم مدني طبعا، ديمقراطي منتخب بنسبة 52%. جنرال جنرال سابقا، لكنه الان أوكي. مدني طبعًا. كيف وصل؟ مش انا بسالك انت كيف وصل؟ مش زرت موريتانيا، كيف وصل؟ وصل لانه كانت هناك انحرافات في المؤسسه المدنيه، كانت هناك رئيس مدني انتخب لسنه واحده، لكنه كان من الضروري ايجاد حل لازمه كانت ستحدث في الجيش، وكانت موريتانيا ست تفكت. جميل جدا. خليني اسالك مثل ما سالته، طيب لماذا حلال او لماذا حرام على الجنرالات العرب وعلى العسكر العرب أن يصلوا إلى السلطة ويحكموا، إن كان في موريتانيا، في سوريا، في مصر، في لبنان، في اليمن، في تونس، في الجزائر، في كذا، وحلال على العسكر الإسرائيلي؟ أنا بدي أسألك سؤال، هل تستطيع أن تنكر أن إسرائيل منذ تأسيسها يحكمها العسكر؟ هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ أليس كل حكام إسرائيل جنرالات منذ 48؟ محمد العربي زيتوت. اولا ليس كل حكام اسرائيل جنرالات، وانا ادين اسرائيل المغتصبه الصهيونيه. لا جاوبني على هذا، ساجيبك. اولا نتنياهو ليس جنرال. طيب. على سبيل المثال قبله شارون اليس جنرالا؟ لا انا ما لا نجيبك. هم طبعا يحكمها جنرالات ويحكمها غير جنرالات. اسرائيل يحكمها جنرالات اول شيء، قبل كل شيء يمرون عبر الصندوق. جميل. الشفاف. جميل. عبر الاراده، وليس عبر الانقلاب، وليس عبر الدبابه. اسرائيل، وانا اقولها بكل مراره، الجيش الاسرائيلي هو الجيش الوحيد في المنطقه الذي لم يقتل شعبه. حلو. الجيش الوحيد في المنطقه الذي لم يوجه بنادق شعبه او دباباته الى ابناء شعبه، وانما الى الفلسطينيين والسوريين والمصريين والى كل واللبنانيين والى غيرهم. هذا اقولها بكل مراره، بكل الم، بكل غضب. الشعوب العربية، ليس هناك جيش عربي لم يستبيح دماء شعبه بشكل أو بآخر في حدود الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف. ليس هناك على الإطلاق، ليس هناك على الإطلاق. الدبابات، الجيش الموريتاني، دبابات الموسي، الجيش الموريتاني لم يبت شعبه ولم يقتل شخصا، داخل فيما يسمي، لا تقاطعني، داخل فيما يسميه بمكافحة الإرهاب، وقتل من المدنيين ما قتل. متى قتلهم وأين قتلهم يا أخي؟ دقيقة، لا تقاطعني. طيب أنت قاطعتني كذلك، طلبت أن لا تقاطع وسكتنا. تفضل. والجنرال، أنا أعرف هو ينزعج عندما نذكر الجنرال الموريتاني، لكن معليش، من جنرال؟ لا، الرئيس هو مدني. هذا فاكت تاريخية، كان عقيدا وانقلب على أول رئيس مدني منتخب من 1960. موريتانيا يحكمها العسكر، والانقلاب وراء الانقلاب، والانقلاب وراء الانقلاب. لدي هنا وثيقة تثبت الانقلابات العربية. لا تستطيع أن تتصور عقلك كم كانت انقلابات في سوريا والعراق بما فيها أيضا موريتانيا. مرة جاءهم رئيس مدني مثل مرسي في مصر، انقلبوا عليه في 2007. وأنا بالمناسبة هنا أذكر عسكري آخر
وأشكره هو ولد فال مهما كان. عندما قام انقلاب على معاوية ولد الطايع الموجود هنا الآن قال بعد سنتين سنسلم حكم للمدنيين وسلمه للمدنيين. فقط هو وقبل عبد الرحمن سوار الذهب في السودان قبل 20 سنة، ولذلك هناك استثناءات من الجنرال قليلة جدا تؤكد القاعدة. استثناءات تؤكد القاعدة أن الجنرالات يأتون بانقلابات لكي يبقوا. وقال أحد نوابهم كبار الجنرالات أنه إذا ارتفع في الرتبة أو إذا أصبح رئيسا فهذا سيسمى حقا انقلاب، فإذا به ينتقل من فريق إلى مشير بعد قتله الأبرياء في 4 وفي النهضة ويصبح رئيس. بدي أسألك سؤال، أنت لك مقولة تقول إنه العسكر في بلادنا والجنرالات والمؤسسة العسكرية التي تتشدق بالوطنية وبالقومية وكذا هي أكبر الخونة والعملاء وهي ذنب المستعمر. أنت تقول نعم. إنه المؤسسة الوحيدة الصلبة المتماسكة في العالم العربي لترك الاستعمار هي دقيقة هي المؤسسة العسكرية، لأن الاستعمار أرادها أن تكون المؤسسة الوحيدة المتماسكة لكي تكون ذنبا له وخادما له كما عندكم في الجزائر. يعني يقول البعض أن الجنرالات في الجزائر هم أذناب المستعمر الفرنسي، مش بس أذنابه، في من قاتل معه لكي تبقى الجزائر الفرنسية. أنا قلت هذا الكلام وكتبت كثير من شرح لي، أليس من الإشحاف هذا الكلام؟ الاستعمار ترك أسر ملكية وأسر عسكرية. الأسر العسكرية بما أن الحديث عنها هي الممثل الوحيد والشرعي والقائم بالأعمال للمستعمر حتى الآن. بل أن خطاب أوباما لأول أمس يؤكد هذه القاعدة ويقول لن تستطيع أمريكا أن تذهب مرة أخرى في حروب، علينا أن نتعلم الدروس، درس أفغانستان والعراق مؤلم ونحن سندعم أصدقائنا في موريتانيا، في مالي، في النيجر، في الجزائر، في مصر، في بل تونس الذي لم يوجد فيها جيش. وبالمناسبة تونس نجت إلى حد ما الثورة في تونس وفي حدود ضيقة برغم أن هناك انقلاب ناعم عنها لأن الجيش كان ضعيفا. لو كان وهم الآن يريدون تقويته باسم لأنه كان ضعيف فقط لأنه كان ضعيف ليس لأنه وطني لا لأنه كان ضعيف. لو كان الجيش قوي بدعم غربي فرنسي أمريكي كما يفعلون عندنا في مصر في كل مكان أو روسي، طبعا روسيا تلعب دور رئيسي أيضا في الجزائر الجزائر وسوريا أساسا والعراق لانقلب. دكتور وزع لكن الوقت. لكن لأنه الوقت. الجيش ضعيف هو هذا. شوف كلما أنا أعطيك شيء هذا الجيوش في الحقيقة الجنرالات خطر أول شيء ليس فقط على الأوطان بل على الجيوش. طيب لأن كلما انغمس كبار الجنرالات في السياسة والاقتصاد والتجارة ونهب الأموال كلما أضاعوا مهمتهم الأساسية وأضاعوا الجيش. طيب. وأضاعوا الدفاع عن الأوطان وتحولوا إلى لصوص وخونة وعملاء وهم كذلك يفعلون، ولدي عشرات الصور ممكن أقدمها لك جميل على وجودهم حتى مع الإسرائيليين. خليني وزع مثل ما سألت بدي أسألك هلق أنت محمد ومن حقك طبعا والكثيرين مثلك يعني يؤكدون نعود إلى أنه الشعوب تريد الأمن والاستقرار تريد الأمن. أنا بدي أقرأ لك بس هالمساهمة السريعة. يقول لك صحيح أن الأمن يأتي في مقدمة احتياجات الإنسان حسب مثلث أو هرم ماسلو الشهير، لكن الإنسان العربي وبعد عقود من الترهيب والتخويف والتجين أصبح مهووسا بالأمن إلى حد مرضي، إلى حد أنه مستعد للتخلي عن باقي احتياجاته الإنسانية الأخرى والعيش على الكفاف مقابل أن يعيش بأمان، صح ولا لا؟ وطبعا طالما ظل الإنسان العربي يعتبر الأمن أهم شيء في حياته سيظل عبدا لمن يوفرون له الأمن ويجردونه من باقي حريته وحقوقه كالعسكر. السؤال، لا يمكن لإنسان أن يتطور دون المجازفة والمغامرة، ويقول أحدهم السفن آمنة جدا وهي في المرفأ، لكن السفن لم تصنع كي تبقى في المرفأ، وكذلك الإنسان العربي لم يخلق كي يكون عبدا للأمن والأمان والاستقرار، بل لابد من أن يناضل ويتحدى ويقاوم ويجاسف كي يتقدم. ويعني وصدق من قال من يفضل الأمن على الحرية لا يستحق لا الأمن ولا الحرية. هذا الكلام وجه للشعوب العربية، يعني هذه الشعوب التي هرولت الآن إلى بساطير الجنرالات. طيب. وبيادة الجنرالات تخجل من نفسها. طيب. هذا هو السؤال. طيب. كيف ترد عليهم؟ طيب برد أولا على الأستاذ محمد باعتباري موريتانيا أدرى بشؤون بلدي جاي منها قبل يومين. فضل. بالنسبة لما سميته بانقلاب بالنسبة لما سميته بانقلاب سنة 2008 نحن نسميه حركة تصحيح
طبعا مكش مثل ثانية لحظة بعد سنة حافظ أسد يلا خلاص احكم الكل طبعا وش يسمي عسعية قلاب يا أستاذ محمد أنا بإمكاني أقاطع جاوبني على السؤال بإمكاني أقاطعك وما خليك تركز جاوبني على السؤال حصل أنه حركة تصحيحية اللي صارت في موريتانيا بعد سنة جرت انتخابات ديمقراطية شفافة كان بها مراقبون دولية مين فاز فيها؟ فاز فيها الرئيس الحالي محمد عبد العزيز بنسبة 52% واستطاع أن يقوم بنهضة في البلد وهي موجودة الآن. الدخل القومي ارتفع، نسبة النمو وصلت إلى 7%، الجيش الموريتاني تم تسليحه بعد أن كان مهمشا واستطاع الجيش الموريتاني أن يدحر الإرهاب في عقل داره في شمال مالي وفي جنوب موريتانيا. يعني بدون لا دعم مثل ما قلت أنت فرنسي وغير الجيش الموريتاني أهل الصحراء أدرى بشعابها كذبت لا توجد أين توجد في موريتانيا سميها لا لحظة هو قال في قواعد يسمي قاعدة واحدة فرنسية في نوادي واحدة قاعدة الفرنسية كذبت أين في نوادي بو أين نوادي بو كله عجيب. كيلو واحد محمد جاوبني على سؤالي بدون مغالطات خلاص جاوبت على السؤال جاوبني على سؤالي إنه العرب هؤلاء العربان هؤلاء هذه الشعوب المهووسة بالأمن هذه الجرذان كما يسميها البعض يعني التي هرولت إلى العسكر فقط نحن نقصد التي هرولت إلى العسكر. طب يا أخي السؤال المطروح أبو قلة عودة الشعوب أو الشعوب العربية أصبحت مهووسة بالأمن والاستقرار هل تعلم لماذا؟ بسبب عقود من الترهيب والإرهاب والقمع ودوس على الرقاب هذا هو السبب نذبحكم أو طيب لحظة كيف ترد؟ نحكمكم أو نذبحكم طيب لحظة دكتور شوف أولا يجب أن لا يا أخي شوفني على هذه دكتور يجب أن لا يقول شيء غير موجود في الواقع ماشي خايف من شو موريتانيا بلد حريات الحمد لله إذا خايف يعني بنواديب ولا توجد قاعدة عسكرية فهمنا على موريتانيا أوكي. عجبني على طيب. سؤال يلا لحظة ثانية ما هذيك العسكر من أين أتوا من الفضاء يعني مو وين جايين العسكر جميل جايين من المجتمع جميل نفسه جميل وهم إفراز إله ولو لم يكن المجتمع راضيا عليهم لما جعلهم يقودوه ثانيا المؤسسة العسكرية والجيش ضروري لاستتباب أمن وحدود البلاد والحدود هنا لا أعني بها الحدود الجغرافية فقط وإنما حدود المصالح حيثما توجد مصلحة البلد يوجد العسكري كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وكما تفعل فرنسا وكما تفعل بريطانيا الذين تستشهدون بهم يعني أمريكا حاربت في أفغانستان لماذا؟ لحماية الأمريكي بحسب تبريراتهم لحماية الأمريكي في واشنطن وفي نيويورك ماشي خليني أسألك بس سؤال صغير أنا سألتك إياه سألته للسيد زيتوت حول أنه المؤسسة العسكرية هي الأقوى في العالم العربي لسبب وحيد أنه هي صنيعة الاستعمار وذيله ووكيله في بلداننا. حكينا قبل شوي عن عسكر الجزائر عسكر سوريا هل تعلم من أسس وصنع المؤسسة العسكرية وركب فوقها علويين من طائفة يعني؟ معينة في سوريا ركب من طائفة معينة الفرنسيون في العشرينات أتوا بالعلويين وصنعوا منهم مؤسسة عسكرية ما زالت تحكم السوريين حتى الآن وانظر ماذا فعلت المؤسسة العسكرية التي عملتها فرنسا في سوريا حتى الآن خراب سوريا كله بسبب المؤسسة العسكرية العميلة الصنيعة الفرنسية كما يقول لك السوريون هذا ما كلامي تفضل شوف سوريا أنت أدرى بها مثل ما قلت لك في البداية وهذه الأحكام يعني كل واحد يطلقها وهو حر يعني أكيد عندك لها دليل يعني أنا بتكلم عن المؤسسة العسكرية الآن والرجوع إليها يعني لجوء الشعوب جميل. العربية خلينا نرجع لموضوع الحلقة جميل. لجوء الشعوب العربية وعودتهم إلى العسكريين والاستنجاد بهم بعدما خربت البلدان وبعدما دمرت والشواهد موجودة والواقع موجود ليست أفكار نظرية وإنما الواقع يشهد على ذلك في مصر الناس جاءت وراء السيسي وهو عسكري وأيدت الانقلاب على مدني في ليبيا أيدت حفتر وهم الآن يريدون الأمن والاستقرار ويحنون إلى أيام القذافي بعد أن انتشرت الميليشيات في كل مكان وبعد أن أصبح النفط كل شخصين يشحنوا باخرة من النفط على حسابهم الخاص كذلك باقي البلدان العربية تداركت الأمر وقوت مؤسسة العسكرية جميل. لتحافظ على ما تبقى من البلدان ثانيا الجنرالات قد يكونوا سيئين لكن بعض الشر أهون من بعضه جميل
وهناك مدنيون هم أشد فظاعة وأشد قساوة على العسكريين على 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 شعوبهم جميل. من العسكر جميل. وهم يحكمون باسم الديمقراطية، يمارسون الدكتاتورية في ثوب ديمقراطي زائد. طيب كلام سليم، خليني أسأل هذا الكلام منطق الرجل. أنا بدي أسأله يعني هل تستطيع أن لا ليس مقلوباً. دقيقة إن كان مقلوباً بس دقيقة. على رجلي بس دقيقة كيف معلش قل لي مقلوباً قل لي معلش. هل تستطيع أن تنكر محمد عربي زيتون؟ نحن تحدثنا عن المؤسسات العسكرية وقلنا فيها ما أو عن الجيوش العربية وقلنا ما لم يقله مالك في الخمر. سوريا، ألا تعتقد أنه لولا الجيش السوري على كل علاته التي يتحدث عنها المعارضون لتفككت سوريا؟ لذهبت في 60 داهية؟ يعني هي مش مفكة الآن يعني هي على الأقل يحميها ما زال هناك دولة بفضل الجيش. يعني تصدقت، هما جايبين خبر، أنا كنت يعني مليء بالضحك. 95% من السوريين انتخبوا في الخارج، يعني اللي شردهم راحوا ينتخبوا عليه يعني. أيوة. بعد ما كانوا ينتخبوا له في البلد جايين يكافئوا على تشريدهم راح هناك. يا راجل خلونا من المسلمات الغالطة المقلوبة أساسا. يقول لك الشعوب طلبت العسكر، الشعوب تطلب 5 انتخابات في مصر، 5 انتخابات ما بين 2012 و2013، 5 انتخابات أفرزت قوة مدنية حقيقية ممثلة في تيارات معروفة ومعلومة، سواء كان فيها الليبرالي أو الإسلامي أو غير الإسلامي. هذه هي ما أنتجته الشعوب وما اخترته الشعوب. أي كلام عن طريق قنوات فاسدة مضللة وجرائد فاسدة مضللة وكلام سينمائي في ميدان التحرير 6 ساعات يقول لك عملنا ثورة طلع 33 مليون، هذا خداع، هذا تضليل، هذا استخباء واستحمار واستغفال للعقول الناس، هذا قلب لكل المنطق ولكل الأساس. الشعوب لا تطلب أن تذبح، الشعوب تريد الحريات، تريد الخبز، تريد العزة، تريد الكرامة، تريد الأوطان التي تضيع وتفتح للغربيين وللشرقيين ولنذبح فيها. وحفتر التي تتحدث عنه صنيعة CIA وتحركه أمريكا، لأنها لا تريد الآن أن تدخل هي وفرنسا، ولكنهم يحضرون دخول فرنسي أمريكي بدعم من جنرالات الجزائر وجنرالات مصر. يريدونهم. الرئيس هولندا قال نريد من الجيش الجزائري والمصري قبل سنة في تصريح شهير أن يذهب لليبيا ويؤدب هؤلاء الإرهابيون، بل أن الغرب يريد أن يجعل من جيوشنا عصا في أيديه يؤدب به من يعترض عليه. نحن ندين الإرهاب، لكن الإرهاب هو في الأصل صنيعة الاستبداد، وهو رد فعل على الاستبداد عندما يوجد إن لم يكن يصنع أساسا. ماذا تقول بس جملة واحدة؟ ماذا تقول عن الإرهاب الموجود الآن؟ جملة واحدة بدي جملة واحدة. ماذا تقول للشعوب التي ذهبت إلى العسكر بجملة واحدة؟ أقول بأن الربيع العربي لو استمر على الوتيرة التي كان عليها لعقد في هذه الأيام مؤتمر أصدقاء الوطن العربي لتقرير مصير شعوبه. جميل جدا. ماذا تقول للشعوب التي تذهب إلى العسكر أو تفكر أو تحن إلى أيام العسكر بجملة واحدة؟ المستفيدين يذهبون حتى مع الشيطان، لكن الشعوب الحرة ستذهب بهؤلاء الجنرالات ومن معهم إلى مزبلة التاريخ، وسينتصر الشعوب العربية وستحقق ما كما حققت شعوب أخرى وستعود إلى الفعل الحضاري والفعل التاريخي. بعيداً عن بساطير العسكر، العسكر سيكونون في خدمة الشعوب يومها وليس على ظهر دبابات الغرب أو من يدعمهم. أشكرك جزيل الشكر مشاهدي الكرام. لم يبقى لنا نشكر ضيفينا الإعلامي الموريتاني محمد محمود ولد محمد أحمد والدبلوماسي الجزائري السابق سيد محمد العربي زيتوت. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحة. إلى اللقاء، أعطيك العافية. شكراً.